حياكم الله مشاهدي سناب رئاسة شؤون الحرمين في جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في معرض المملكة العربية السعودية للسفر والسياحة في دولة الإمارات العربية. حيث نستعرض أمامكم وأمام الضيف الكريم مجموعة من المقتنيات ابتداء من كسوة الكعبة المشرفة، ونتيح للزائر الكريم الإسهام في حياكة كسوة الكعبة المشرفة والحصول على هذا الشرف العظيم. وأيضا لدينا الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة المشرفة والأطياب وغيرها من الأدوات المستخدمة. حقيقة المعرض لقي إقبالا كبيرا وإشادة من كثير من الجهات الإعلامية والمسؤولين من الدولة، رأسهم هيئة السياحة بالمملكة العربية السعودية. وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على دعمه الكبير لوكالة المعارض والمتاحف في المشاركة في هذه الفعاليات المباركة وإبراز رسالة الحرمين، رسالة المملكة العربية السعودية في جميع الأوطان.